اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي الجزيره مباشر مصر في هذه الفقره الخاصه بكم وباتصالاتكم وتعليقاتكم على مجمل الاخبار التي استمعتم اليها طوال اليوم. الخبر الرئيسي اليوم، محكمه جنايات القاهره اجلت محاكمه الرئيس محمد مرسي حتى الاول من فبراير المقبل لسوء الاحوال الجويه. تعذر حضوره من الاسكندريه في طائره حربيه او طائره تابعه للشرطه لسوء الاحوال الجويه. طبعا نحن نقلنا في بداية اليوم الوضع والحالة الطقس في الإسكندرية لم تكن تبدو أنها سيئة جدا. من التعليقات التي وصلت إلينا أنه طيب لو في حرب يعني الطيارات مش هتطلع، يعني في الأجواء يعني المفروض أعدائنا بقى يضربونا لما يكون حالة الطقس سيئة، لأن احنا ما بنعرفش نطير لما يبقى حالة الطقس سيئة. ده أحد التعليقات. تعليق آخر بتقول والله أنا بقترح على القضاء انهم ياجلوا المحاكمه الى فصل الربيع، وهو قريب عموما، الدنيا ربيع والجو بديع. معنا محمد من المنيا، اهلا بيك محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مهندس محمود ابو العيله من اللو المنيا يا فندم. محمود يا اهلا وسهلا يا باشمهندس، ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ، انا شرفت باتصال بك ولا امبارح حضرتك. مع اني كنت اجازه بس اكيد يعني اتفضل مش مشكله. ازيك يا استاذ؟ الله يخليك. يعني حضرتك مش عارف ايه اللي بيحصل في مصر الكنانه، يعني ده في حاجتين نسيوا يلفوهم في الدستور الكويس بتاعنا اللي طالع ده حضرتك. انت موافق على الدستور يعني؟ ممكن يخلوا انت موافق على الدستور؟ ايوه، اللي عملوه ناس طيبين صراحه وقدوه لينا كلهم، يعني صراحه يعني هم يعني ينسوا يحطوا الهواء والميه يمنعوهم عن الاعداء اللي هم الاخوان المسلمين. وكده يريحوا نفسهم، السلاح اللي بندفع ثمنه احنا والطلقات اللي بندفع ثمنه والمركبات اللي بتتحرك، يوفروا الكلام ده كله ويتحدوا ربنا بالمره. ما كده بيتحدوا ربنا الخالق. يعني يمنعوا الهواء والميه عن الاخوان ازاي؟ يموتوهم يعني تقصد؟ يموتوهم بقى ولا ايه؟ ايوه حضرتك، كل اللي عارضهم يموتوهم. ويحكموا الشعب بالمره ده ان هو الشعب ده ضدهم، يعني يحكموا الطيبين عشان الفقراء اللي زي حالات ده هم اللي بيدفعوا الفاتوره بتاعتهم. طيب انت مش شايف حاجه كويسه خالص في الدستور يعني؟ طب انت ايه رايك في موضوع تاجيل المحاكمه؟ وانه الجو كان عامل عندك ايه النهارده في المنيا الاول؟ الجو كان كويس في المنيا؟ الجو اللهم صل على حضره النبي يعني جميل جدا، بس هي زي ما تقول حضرتك احنا خايفين يكون ايه يعني الدماء دي ما يستغيثش عنهم حاجه. ممكن يكونوا عملوا حاجه فيهم، وممكن يقولوا انتحروا هم في السجن من الكبت والكلام، يعني الواحد عشان ما يصدقهم معاهم اعلام يتعلم منهم الشيطان حضرتك. شكرا جزيلا. الاعلام المصري ده. شكرا يا استاذ. شكرا المهندس محمود من المنيا. معنا ممدوح من اسيوط، اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ يا اهلا وسهلا. والله يا سيادتك عاوز اقول حاجه بالنسبه، معذره انا ممدوح بتاع الاحلام بتاع اسيوط. كل اللي حصل لحسني المخلوع واللي حصل لمرسي ولسه اللي هيحصل لحسني وطنطاوي واللي بتاع هيحصل لمرسي بشوفه في منامي. انت بتشوف احلام يعني كده؟ وبتغطى كويس على فكره. لحقت نفسك. وباكل طيب كويس، واخد بال حضرتك؟ طب انت شفت ايه بقى؟ ايه اللي انت شفته واتحقق؟ وبصرف بالدولار اوكي، وحبيت الاخوان. انت حبيت الاخوان؟ طبعا. ليه كده؟ انا ما روحش الانتخابات وما انتخبتش. بس اقسم لك بالله انا ما اعرفش غير الله الواحد الاحد، واقسم بيه، اقسم بالله العلي العظيم، كل اللي حصل لحسني مبارك ولسه هيحصل شفته في مناماتي من 15 سنه، مش بقلد السيسي. ومرسي اول ما نجح، الدكتور مرسي اول ما نجح شفته وشفت الانقلاب اللي حصل عليه، وجريت على مراته في الشيخ زايد عشان ابلغها، كانت في زياره في الشيخ زايد ما حصلتهاش، مشيت بالعربيه. واخد بال حضرتك؟ 7 شهور بالظبط، عدت عليك 7 شهور بالظبط، هتلاقي مرسي واقف اسد ومقوي نفسه باسامه ابنه. وفي حلم بقى غريب هيحصل الايام اللي جايه، بس واسامه هيبقى دوره ايه بقى؟ في الحلم احنا لسه بنتكلم في الحلم. هيسند والده، هيبقى سند لوالده.
هيشد ازره. طيب هقول لحضرتك على سيناريو هيحصل شفته في المنام. ناس هتطلع هتدبح ناس، ومحمد ابراهيم هيبقى عامل مؤتمر هيدخل عليه ناس هيعتقلوه، وناس هتروح المستشفى اسمها ايه، المستشفى بتاعت الحكومه دي بتاعت المعسكر القوات المسلحه، المستشفى العسكري ولا اسمها مستشفى ايه؟ المستشفى العسكري بالمعادي. المستشفى العسكري هيطلعوا واحد من المستشفى عاجز، واحد مسؤول كبير ممكن يكون السيسي غيره، هيطلعوه من المستشفى عاجز ده عن طريق قد على ايدك بالظبط 7 شهور بالظبط هتلاقي مرسي راجع الرئاسه. 7 شهور من الانقلاب، شوف انقلبوا عليه امتى، 1/7 1/6 شوف انقلبوا عليه امتى، 7 شهور بالظبط. سبع شهور من الانقلاب؟ من الانقلاب ولا من دلوقتي؟ لا 7 شهور من الانقلاب. 7 شهور من الانقلاب يبقى خلاص يعني بقى له يعني اخر الشهر ده. احسبهم حضرتك والناس تحسبهم. او عدوا بالمناسبه عدوا 7 شهور من الانقلاب، الانقلاب حصل في 3 يوليو، يبقى يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر، واحنا دلوقتي في يناير، عدوا 7 شهور بالمناسبه يعني. لا احنا في شهر 7. لا احنا في شهر 7 ما عدوش. احنا في شهر احنا لا احنا عدينا الشهر 7. لا حضرتك ليه، احنا 7 6 لا ما تحسبش 6، 7 و8 و9 و10 و11 و12 يبقى ادي 6 شهور و1 7 احنا في شهر 1 صح؟ ما احنا خلاص في 9 1، السبع شهور عدوا حضرتك. لا ما حصلش حاجه. شهر 7 يخلص يا فندم. يعني اخر الشهر ده يعني؟ شهر 7 يخلص. واخد بال حضرتك؟ وان شاء الله متفائلين خير. واللي وفي رؤية تانية برضو، شفت المسيح الدجال؟ شفت ايه؟ المسيح الدجال عليه لعنة الله. شفته فين بقى؟ لا دي عاوزة قصة لوحدها طويلة هحكيها لك، واخد بال حضرتك، بره الهوا لو تحب. لا خلي موضوع المسيح الدجال لما نشوف حاجات موضوع الانقلاب هيحصل فيه الايه الاول. لو حصل حاجة في شهر يناير يبقى تيجي تحكي لنا المسيح الدجال. شكرا لك. شكرا لك ممدوح من اسيوط. معنا حماده من سوهاج. احنا عمالين نتجه جنوبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك حماده برضه من سوهاج. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضل يا حماده. الو. اتفضل. ألو؟ يا فندم. اتفضل. والله انا كنت خايف الاخ اللي قبل مني كان يتكلم عن المسيخ الدجال فكان هيفصل يعني، فانا عايز اقول كلمتين كده على السريع. عشان بس بخصوص النهارده والمحاكمه وتاجيل والجو البارد والنفره والكلام اللي قالوه النهارده. طيب اتفضل. والله هم لازم يكذبوا كي لا يصدق التحالف الوطني لدعم الشرعيه ورفض الانقلاب. دي نقطه يعني، لازم 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 الكذب، عشان النهارده كان في حشود رهيبه، ويا ريت كانت تمت المحاكمه النهارده يا ريت. وخلي بال حضرتك يعني برضك الانقلاب الى زوال، دي كلمه بتتكرر على طول بس دي الحقيقه يعني. طب ايه الدليل يعني؟ والله الدليل انا كفرد انا فتحت عيني على فساد عشت فيه. واخد بالك؟ اما اتكشفت الحقائق ولقينا ان بيحكمنا ناس في الاصل حراميه وتعودوا على السرقه. فانت عندك دلوقتي الناس عاوزه فلوس، عاوزه تنهب وخلاص. واخد بالك؟ هو المفروض يفصل من عندي معلش، بس ما تستنظرش من الانقلاب ده اي خطر منه تاني، ما فيش منه خطر. خلاص هو متجه للفساد ومش عاوز غير فساد، عاوز الدنيا تهدى عشان يكمل فساده. يعني هو جاب اخره في رايك يعني؟ هو جاب اخره على كده، لا احنا هنبقى زي سوريا ولا حد يقول لي الجزائر، لا احنا معانا شويه حراميه والحرامي معروف. هو وشيلته. الحرامي وشلته، هم شلوا يشلوه. اللي هينفد بجلد منهم هينفد. شكرا جزيلا لك حماده من سوهاج. معنا عبد المنعم من الشرقيه. عبد المنعم اهلا بيك. اهلا بيك، ازيك حبيب الملايين؟ يا اهلا بيك يا عبد المنعم، انت اللي حبيب الملايين. وحشتنا يا عم والله العظيم، وحشتنا اقسم بالله. الله يخليك، الله يخليك. بالمناسبه بقى هحكي لك على قصه، انا مش من الاخوان طبعا، وانا احنا 4 اخوات صبيان واتنين بنات. الأربعة ما شاء الله ست.
الاربعه الصبيان محطوطين على قائمه في امن الدوله، واحنا الاخوان ولا حاجه. فواحد حبيبنا كده في امن الدوله بيقول ايه، انا شلت لكم اسمكم من هنا، قلت على البركه. يعني اهلا مفكركم ركبوه، واحنا بنقول كلمه الحج ومش ما بنعملش ايه، ما بنجيش ادبنا على حد وخلاص، وثبتنا على الحج. تيجي الساعه بقى زي ما تيجي. اخويا من ضمن في الكويت مش موجود كمان، يعني مسافر بقاله 8 سنين، اجي 20 يوم وهجي تاني، مش عاجبه الاوضاع، زعلان من اللي حصل في البلد، وحاطين اسمه بالمره. قلت يلا زي بعض. المهم يا استاذ زين، انا هشبه لك الوضع اللي في مصر بقصه كده طريفه. اتفضل. زي نظام شركه استثماريه كده، انا معين فيها مثلا ايه مدير امن للشركه ومعاه افراد امن. فهو بقى مش عاجبه نظام صاحب الشركه، اللي جاني انا صاحب الشركه هاخد قرارات غلط مثلا، يعني لو هو محق كده ابوظ الشركه، راح واخد قرار طردني بره الشركه، وقال لي إن لو دخلت الشركه هتخربها وانت قلبك مش على الشركه. فطبعا انا لو واجهت بقول لك العنف خطر على الشركه، فعلا الشركه هتبوظ. بس الشركه يا سيادنا مش لها لازمه من غير صاحبها، انا صاحبها بره. يعني انت طردتني بره الشركه خالص، ولو واجهتك برضه الشركه هتفلس. بس انا بحاول استموت عشان اخد 10% اصرف منهم. ما انت كده انا بره الشركه خالص. طب ومين صاحب الشركه بقى؟ لازمه من غير صاحبها. مين هو؟ مين صاحب الشركه في رايك؟ الشعب. انت جيت يا وزير بتاع دلوقتي قلت الشعب دي ما هوش فاهم حاجه خالص، وان ومرسي كان هيبيع سينا وهيبيع قناه السويس وهيبيع حلاوه وشلاتين، وعملت نفسك وصى على الشعب. طب انا لو غلط كشعب انا اصلح غلط. بالمناسبه احنا كنا بننتقد الرئيس مرسي جدا. مش بنقلق فيه زي وزير دفاع عاملينه زعيم من غير اي حاجه خالص، من غير اي مبرر. ايه انجازاته؟ مفيش. على فكره انا بحترم اي واحد معارض جدا لمرسي كان على نتيجه عقله يا استاذ زين. يعني ايه؟ ان هو ما عملش حاجه اقتصاديه، هو افشل فعلا. اقوم انا كواحد مصري محترم اجازي اللي فشل الرئيس اللي خان البلد احطه على سده الحكم. هو فعلا افشل، لانه لو هو ضد الرئيس مرسي نتيجه عقله هو، لما يقارن الاوضاع الاقتصاديه دلوقتي بالاوضاع دي هي هيغير رايه. انما كم واحد انقتل بسبب الاعلام يا استاذ زين؟ بسبب سمعت وقال وعدنا. كم واحد اطلقت بسبب سمعت ده وقالوا لي ده عدنا؟ هتلاقي امثال بالطريقه دي. بس ابشرك يا استاذ زين انه والله احنا مستنينا الفرصه في 25 يناير ده، لو الخاين يفتح الميادين كلها التحرير ورابعه العدويه ومدان النهضه وميادين مصر، ان ما امتدتش كلها على اخرها يبقى فعلا احنا اقليه عامه ويضرب بالنار. بس هو ما فضحهاش في 25 يناير، يعني اللي عايز يعمل ثوره ويوقع نظام ما بيستناش النظام يساعده، يعني النظام ما بيساعدش حد يعمل ثوره عليه. انا برد عليه احنا هنطلع. انا برد عليه هو ان هو بيقول ان اللي هم اللي احنا اقليه، الجماعه دول اقليه اللي بيطلعوا كلهم في المظاهرات. انا بعرض عليه عرض اهو، بقول له ميادين مصر كلها تنفتح ويأمنها بجد ويقول الشعب المصري يطلع، لو ما امتلاش ميدان واحد فيهم يستعمل الرصاص فعلا ويقول الناس دي اقليه. يمشي معاه العرض ده؟ لا ما يمشيش. مش خلاص احنا وهم بقى في الشارع هو بقى والحدات محلها، ربنا تخرب على الكل، واحنا مش مستعدين ناكل عيش في البلد دي خالص، وتخرب علينا وعليهم. ويلا يا عم الحدات من ربنا بقى يصلح الحال. ربنا يصلح الحال. شكرا ليك عبد المنعم من الشرقيه. معنا طارق من السعوديه. طارق اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ زين يا اهلا بيك. الله يخليك. والله انا تحيه كل الجزيره ولحضراتكم. ربنا يخليك. وبشفق عليكم والله من لما تحاول تقنع ضيف عندك بالحقيقه وهي واضحه، وبتبقى تعبير وشك ما شاء الله عليك بتوضح ان انت قد ايه مستاء مش عارف تفهمه ازاي. يعني هو الحقيقه يعني في اشياء غير منطقيه لا يملك المرء الا ان يستغربها يعني. الله بس ما شاء الله عليك، يعني تعبير وشك بتوضح كل حاجه يعني. ربنا يخليك. فاحنا المشكله كلها الناس بتسال في اخرتها. يعني الناس هتفضل نازله في الشارع والحكومه متعنته والكلام ده كله، المفروض الناس ما تسالش. اللي عايز يشوف اخرتها يشوف اخرته هو عايز ايه. يا يعيش بكرامه يا ويموت شهيد افضل، ولا يعيش بذل. دلوقتي خلاص الحكومه تعنتت، انتهينا، مفيش تفاهم. هي عايزه تلاقي مخرج لها
تعملها لنا شرعيه، سواء بدستور اللي بيسموه دستور الورقه اللي هم عاملينها في غرف مغلقه، وبرضه تحالف الشرعيه مش عايزين يعولوا على الغرب كتير، لان الغرب لو مش معترف بالحكومه دي ومش عاجباه الحكومه اقل شيء قفل سفاراتهم. يعني حتى التصويت في دلوقتي غير شرعي، لو انت مش معترف بالحكومه دي حكومه الانقلاب ليه فاتحه السفارات اساسا المصريه هناك؟ يعني المفروض الحكومه الشرعيه حكومه الدكتور مرسي هم اللي ماسكين السفارات. وبعدين الصراحه يعني الواحد يعني مش عارف يقول ايه لحسن مبارك، ما شاء الله عرف يربي رجالته، عرف لحد ما فقوه. يعني الحاجات دي ما شفناهاش، احنا كنا بنشوفها زمان، يعني الناس كنا بنسمع عنها، احنا كنا معارضين قدام لما كنا نطلع نقول بيحصل وبيحصل فينا كده كده في امن الدوله او في المعتقلات، ما كانش حد يصدقنا، حتى اهالينا كانت تقول علينا ارهابيين. دلوقتي جزء بسيط بيظهر على الساحه فقط قدام الناس باللي كان بيحصل زمان، لكن بنقول دلوقتي الحمد لله خير عن الاول. ليه؟ لان خلاص الشعب فاق، وثلاث ارباع الشعب خلاص يعني شال الخوف. شكرا جزيلا لك طارق من السعوديه، معنا نجلاء من طنطا. نجلاء اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هو بس في الاول احب اوجه تحيه كبيره جدا لقناه الجزيره، لتعتبر هي واقفه معانا كمجاهدين في الصفوف الاولى بصدق. لولا قناه الجزيره بعد فضل الله عز وجل لكانت فعلا الثوره الاسلاميه اللي بدات من يوم 30/6 كان زمانها خلاص ملهاش اي اثر. يمكن كان حصل لمصر أسوأ من اللي كان حصل للمسلمين ايام عبد الناصر. فتحيه خالصه من هنا من طنطا لحد قطر لقناه الجزيره وكل اللي عاملين فيها، فجزاكم الله كل خير. ربنا يخليكي، بس احنا مش واقفين لا مع ثورات اسلاميه ولا غير اسلاميه، احنا كل اللي بنعمله ان احنا يعني نقدم ما هو موجود في الشارع ايا ما كان، وبنقدم وجهه النظر دي، وجهه النظر دي ما استطعنا الى ذلك سبيلا. يكفي ان مفيش تضليل ولا تعتيم، ده كفايه جدا انك حضرتك توصل الحقيقه زي ما هي. بس راجعين بس من قناه الجزيره، يعني وجزاكم الله كل خير انكم بتسمعوا لكل الاصوات وبتستجيبوا، الحمد لله رب العالمين. موضوع الناس الانقلابيين دول انا بحس ان قناه الجزيره بتديهم شرعيه وحجم فوق حجمهم، هم لهم قنوات كثيره جدا مموله، يعني الناس اللي بيمولوها ما بيبخلوش عليها باي حاجه، ومالح كل الناس عارفه مصدره فين. انا هسالك سؤال يا نجلاء، يعني اذا فعلنا نحن كما يفعل الاخرون هيبقى ايه الفرق بيننا وبينهم؟ يعني اذا اقصينا فكرا او تيارا او رايا هيبقى ايه الفرق بيننا وبين اي حد تاني؟ هيبقى احنا معتمين زينا زي غيرنا. لا مش هوش تعتيم، هم يحترموا عقليتنا ويطلعوا يقولوا لنا كلام ما يستخفوش بينا. طب واحنا وانتوا ليه ما تبقوش اكثر تسامحا وتقبلوا بسماع الراي الاخر؟ ما حضرتك لما يقولوا كلام منطقي وحقيقي اوكي ماشي معاهم، لكن لما يقولوا كلام كله فبركه وكله تلفيق في تلفيق فده. وهل يعني وهل اي فبركه او تلفيق بتمضي على الشاشه من غير رد عليها، من سواء كان من سواء كان من المذيع او من الطرف الاخر من الضيف الاخر؟ طب رجاء النقطه الثانيه، واحنا نادينا بها كتير جدا، بلاش الرئيس المعزول، هو اسمه الرئيس المنتخب. احنا كشعب بنطلع في الشوارع وبنضحي بكل ما اتانا الله من نعم، يعني مجهود ووقت ونفس ومال واعمار بتقضى في سجوننا المعتقلات، وناس مطاردين من بيوتها علشان شرعيتنا، عشان رئيسنا المنتخب. طيب فهو يا اما نقول الرئيس المنتخب يا اما نقول الرئيس المخطوف، فده منطقيه. طيب يعني نجلاء انا كنت عايز اسالك برضه سؤال تاني الحقيقه، لانك انت بدات كلامك بان ثورتنا الاسلاميه اللي بدات من 30/6 مع ان برضه يعني اللي هم بيشاركوا في الحراك المناهض للانقلاب فيهم ليبراليين وفيهم يساريين وفيهم وفيهم أيوة مسيحيين، يعني ازاي بقى بتقول عليها ثوره اسلاميه؟ انا ليه قلت عليها ثوره اسلاميه؟ لان من يوم ما بدانا نعتصم في رابعه العدويه وهي الثوره الاسلاميه خالصه، التيارات الليبراليه اللي بدات اسلامية يعني ايه؟ يعني ايه اسلاميه؟ يعني هو اعاده يعني مرسي الى الحكم، هل هذا يعني في اطار ثوره اسلاميه ولا هو ايه المطلوب؟ المطلوب اعاده المسار الديمقراطي ولا المطلوب اقامه اماره اسلاميه في مصر؟
ما هي الديمقراطية دي أصلا جزء من الإسلام، الديمقراطية دي أصلا في الإسلام بمعنى الشورى، يعني هو بس يعني في فرق بين إن أقول لحضرتك دي كوباية أو إن أقول لحضرتك دي مج، هما الاتنين في الآخر هي حاجة واحدة، بس أنا أطلقت على الحاجة الواحدة مصطلحين، مصطلح كده باللغة العربية، مصطلح باللغة الإنجليزية، بس في الآخر المضمون واحد. فهي الديمقراطيه الحديثه ديت هي في الاسلام شورى، فعشان كده بقول انها ثوره اسلاميه. وبعدين سبحانك يا رب، يعني المعتدلين من المسيحيين بيعترف ان هم المسيحيين لم يحظوا بالعداله وبالحريه الكامله الا في ظل الاسلام، فاحنا بنقول يعني هي ثوره اسلاميه. ما شفناش الحريه غير في عهد الرئيس الاسلامي اللي ذو مرجعيه اسلاميه، ما شفناش العداله، ما شفناش الاخلاص، ما شفناش الصفحات البيضاء الناصعه لكل الوزراء والشرطة غير في عصر الرئيس اللي ذو مرجعية إسلامية. مسلمين ومسيحيين، يعني الحكم الإسلامي بيعدل على المسلمين والمسيحيين. فرجاء جزاكم الله كل خير، وبنحيي صمود الرئيس محمد مرسي، وبنوجه شكر للإنقلابيين في نفس الوقت، هم خلونا ننتمي للرئيس ونفخر بيك رئيس، الرئيس الدكتور محمد مرسي، كلنا فخورين بيك رئيس. يقولوا فاشل، يقولوا ضعيف، يقولوا كذا، يقولوا كذا، رئيسنا الدكتور محمد مرسي نفخر بيه رئيس لكل المصريين، مسلمين ومسيحيين، معارض ومؤيد. وفعلا فعلا الدكتور محمد مرسي السنه اللي قضاها اجمل سنه مرت على مصر كلها وعلى العالم كله. شكرا جزيلا لك نجلاء من طنطا، شكرا جزيلا. معنا سعد من اسكندريه، سعد اهلا بيك. سعد من اسكندرية غير جاهز معنا، لكن معنا يحيى من السعودية. يحيى أهلا بيك، تفضل. يحيى كمان مش جاهز. إذا هذا كل ما لدينا هذه الليلة. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، شكرا لمن اتصل بنا، ونعتذر لمن لم نتمكن من تلقي اتصالاتهم. نلقاكم في الغد بإذن الله، إلى اللقاء.